يا مساء الجمال على أحلى متابعين في الدنيا بحالها، وحشتوني جدا جدا من القصة اللي فاتت. أما النهاردة فأنا جايبة لكم قصة جديدة بقلم الجميلة لادو غنيم. وقبل ما أبدأ ما تنسوش بقى لو عجبتكم القصة تعملوا لايك واشتراك في القناة، ويلا بينا نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ونبدأ قصتنا. وبتبدأ حكايتنا مع رنا، بنت جميلة عندها 25 سنة، كانت قاعدة جوا كافيه ومستنية صاحبتها غرام اللي كلمتها من شوية وقالت لها انها جاية لها. انتي فين يا غرام الكلب؟ كل ده لطعاني هنا؟ ماشي بس لما اشوفك. وسكتت رنا بسبب فهد، شاب وسيم عنده 30 سنة، واقف وعمال يسأل عن غرام، فقامت ووقفت قدامه باستغراب. انت مين وبتسأل عن غرام ليه؟ انت تعرفها؟ وانت مالك بتتدخلي ليه؟ انت ازاي تكلمني بالطريقة دي؟ ما تخلي عندك شوية ذوق. انا اتكلم زي ما انا عايز، وبعدين انا ما كنت سألتك على غرام عشان تتدخلي في الموضوع. لا يا راجل، طب ورينا مشيتك الحلوة واطلع من هنا الكافيتيريا بتاعتنا بدل ما ندهلك على الامن ويحدفوك برا. قرب منها فهد بعيون كلها غضب. كلمة كمان وهنسى انك بنت، انت ازاي تكلميني كده؟ لا والنبي انسى، انا هو قدامك، وريني هتعملي ايه ولا سعادتك بقى على الفاضي. اللهم طولك يا روح يا بنت الناس، ما تخلينيش اتعصب عليكي، انا اصلا على اخري. طب فكر كده تتعصب عليا وانا هكون مورياك البنت هتعمل فيك ايه. ايوه شغل المتحكمين ده خلاص بح يا بابا. وسكتوا بسبب الأستاذ مصطفى صاحب الكافيه اللي عنده 50 سنة، جه ووقف وسطيهم باستغراب. خير يا فهد يا ابني، مالك شكلك متضايق؟ مفيش، بس في ناس هنا بتحاول تخرجني عن شعوري وبتتدخل في اللي ملهاش فيه، وانا ماسك نفسي بالعافية عشان مش عايز اتهور. بس هي رنا ليها علاقة بالموضوع؟ لا الأنسة رنا المحترمة ما عملتش حاجة، بس لسانها عايز يتظبط وشكلي أنا اللي هزبطه لها. ما تحترم نفسك يا جدع، انت مالك شايف نفسك علينا ليه؟ ده انت إنسان رخم بصحيح. رنا يا بنتي عيب، اعرفي نفسك بتتكلمي مع مين. ده فهد دويدار من أكبر رجال الأعمال في مصر، ويبقى ابن عم غرام صاحبتك. ابن عمها؟ ده اللي هو ازاي يعني؟ ابن عمها. ايه عندك مانع؟ لا ما عنديش، انا بس استغربت لاني صاحبتها من ايام ثانوي وعمرها ما جابت لي سيرتك. تمام ما حصلش حاجة، المهم ما شفتيش فين غرام؟ انا كلمت واحدة صاحبتها وقالت لي ان غرام هنا. طب ما تكلم غرام، ايه الذكاء ده يا ربي؟ شكلكم مطولين، انا هروح اشوف بقى زباين الكافيه. ومشي مصطفى وبص فهد ببرود لرنا. مالك بتبصلي كده ليه؟ ايه مش عاجبك ولا ايه؟ وتعجبيني ليه؟ حد قالك اني ناوي ارتبط بيكي؟ تصدق انك انسان مستفز، انا اصلا غلطانة عشان واقفة معاك، انسان رخم. رنا لم لسانك عشان ما تضايقش عليكي، انا عامل حساب انك بنت وتبقي صاحبة بنت عمي. وانا قلتلك ما تعملش حساب يا استاذ فهد، عن اذنك. ومشيت رنا وهي بصاله بضيق، ووقفت قدام الكافيه واتصلت على غرام اللي عندها 25 سنة. ايه يا رنا، خلاص انا داخله على الكافيه اهو. بقولك ايه، انا همشي مش هستناكي. ليه بس يا بنتي حصل ايه؟ حصل ان في واد رخم اسمه فهد بيقول انه ابن عمك وواقف جوه الكافيه ومستنيكي. فهد انتي بتهزري صح؟ وههزر ليه اصلا بت؟ اوعي يكون مش ابن عمك وبيكذب عليا وبيشتغلني. انتي هبلة يا بيت، طبعا ابن عمي دويدار، بس ده ما شفتهوش بقالي 5 سنين من ساعة ما مسك شركة عمي، ومن وقتها وهو كل اسبوع في بلد شكل عشان صفقاته وشغله يعني. عشان كده ما كنتش بشوفك معاه خالص. بس بعيدا عن كل ده، دمه سم قوي، ده عيل رخم. هو تنك حبتين بس زي القمر، يخرب بيته. أمر لنفسه، بقولك إيه أنا همشي سلام. وقفلت التليفون ووقفت عشان توقف تاكسي، بس لقت إن مفيش ولا تاكسي عايز يقف لها. وهنا طلع فهد من الكافيه وركب عربيته، وقبل ما يمشي لاحظ رنا اللي واقفة وبتحاول توقف تاكسي، فنزل وراح وقف قدامها. تعالي أوصلك. وأنت توصلني بصفتك إيه بقى؟ تصدقي بالله اني غلطان عشان عبرتك وقلت اكسب فيكي ثواب واوصلك، شكلك بتاعت مشاكل.
لا كتر خيرك، مش عايزك تاخد حسنات من ورايا اصلا، اتفضل امشي. وبعدين خلاص انا هطلب اوبر. براحتك، انا غلطان اصلا اني قلتلك اوصلك. ومشي فهد وركب عربيته، اما رنا فوقفت تاكسي وركبته وروحت على بيتها اللي موجود في منطقة شعبية، ونزلت من التاكسي وراحت ناحية بيتها. بس قابلت جارتها احلام اللي عندها 39 سنة ومعروف عنها انها نحس جدا. ازيك يا رنا؟ والله بعد ما شفتك محتاجة ان اتبخر عشان ابقى كويسة. اخصى عليكي يا رنا، ده انا بحبك وبتمنى لك الخير. والنبي عارفة، بس هقول ايه، العين ما بتفرقش ما بين حبيب وعدو. ماشي يا اختي، المهم بقولك ايه، حصل معايا حاجة غريبة امبارح بالليل. ارغي يا احلام. وانا قاعدة الساعة 12 بالليل لقيت رقم غريب عمال يتصل بيا، واول ما رديت لقيته واحد بيقولي انه معجب بيا من زمان، ولما سألته انت مين مرضاش يقول. يعني بيعاكس ولا ايه حكايته؟ استني لما اكمل. المصيبة اني لقيت رقمه بيرن عليا الصبح، ولما رديت فضل برضه يعاكس، ولما هددته انه هبلغ عن رقمه لقيته بيقولي انه مختار العجلاتي اللي في الحارة اللي ورانا، وقال ايه عايز يتقدم لي. عارفة مختار، بس ده ما يبانش عليه انه بتاع ستات خالص. قصدك ايه بقى؟ مش قصدي حاجة والله، أنا كل اللي أقصده إنه باين عليه إنه بيتكسفوا، وما كنتش أتخيل إنه يرن ويعمل حركات المراهقين دي. بس قشطة، أدام داخل البيت من بابه ويبقى على بركة الله. يعني من رأيك إن وافق؟ أنتي معجبة بيه ولا لأ؟ هو ده المهم. بصراحة كده أنا مش عارفة، بس هو محترم وابن ناس وعنده صنعة حلوة. يبقى خلاص اتجوزوا على بركة الله وهاتولنا عجلاتي صغير. اخصى عليكي بقى، انا ابني هيبقى عجلاتي ده هيبقى دكتور قد الدنيا. وسكتوا لحظتها بسبب الناس اللي عمالة تجري وهم بيصرخوا الحقونا يا ناس، محل القسطة مختار العجلات بيولع، الحقونا. بركاتك يا احلام، الحقي عريسك قبل ما يتفحم. يا لهوي مختار، طيب استنى ما تولعش غير لما نكتب الكتاب يخرب بيتك. وجريت احلام ناحيه محل مختار، اما رنا فطلعت شقتهم وخبطت على باب الشقه وفتحت ليها امها صفيه. هو انتي يا جاموسه؟ ده انا فكرت حد عدل جاي لنا. ودخلت رنا وقفلت الباب وراها وبصت لامها باستغراب. يا صفصف، المفروض انك تفرحي لما تشوفيني، مش تقولي لي الكلمتين دول. انا بقولهم عشان انتي ما بتقضيش مصحة هنا في البيت، ده انا والله مستنية اليوم اللي تتجوزي فيه عشان اشوفك متمرمطة كده في ترويق وعمايل شقتك. عليك يا زمن. ماشي يا صفصف، بكرة اتجوز واخلي شقتي فلة شمعة منورة، ومش هعزمك يا اختي بلا وكسة. مش لما الاكل بيقدم لك، ده انت شكلك هتعملي زي مسلسل عايزة اتجوز وفي الاخر مش هنلقى حد يتجوزك وهتضلي قاعدة في قرابيزي. وسكتوا بسبب صوت باب الشقة اللي اتفتح، ودخل ياسر أبو رنا، راجل عجوز عنده 50 سنة. مبروك يا رنا يا بنتي، تقدملك عريس. أوبا بقى، ربنا بيردلي كرامتي. ومين بقى العريس يا حجوج؟ أيوة مين، حدد نعرفه. ما تقول يا راجل بقى. العريس واقف بره مستني. اتفضل يا ابني. وفجأة اتصدمت رنا بسبب فهد اللي دخل وبصلها بابتسامة خبيثة. أقدم لكم الأستاذ فهد دويدار، رجل أعمال، العريس اللي متقدم لبنتك رنا يا صفية. نعم، عريس مين؟ أنا مش موافقة طبعا. وبص فهد لياسر باستغراب. جرى إيه يا ابني؟ مش قلتلي إنك لمحت لها وهي كان باين عليها إنها موافقة؟ مين ده بقى؟ ده أنا لسه شايفاه النهاردة وكمان اتخانقنا. معلش يا عمي، هي بس متوترة وزعلانة لاني فعلا اتخانقت معها النهاردة، يا ريت بس تسيبونا شوية لوحدنا وانا هتفاهم معها. ماشي يا ابني، يلا يا صفية. وقربت صفية من رنا وهمست في ودنها بصوت واطي. والله يا اخرة صبري، لو رفضتي لهكون مخلياكي تكنسي وتروقي ولا شغالة الفلبينية، اديني نبهتك يا رنا. ومشيت صفية وسابت فهد اللي راح وقعد على الكرسي وبص لرنا ببرود. واقفة كده ليه؟ ما تعالي اقعدي.
اما انك بارد بصحيح. ايه يا ابني البرود ده؟ انت اصلا ازاي تيجي هنا وعرفت بيتي ازاي؟ ومين دي اللي كانت موافقه انها تتجوزك؟ بقولك تعالي اقعدي هنا وانا هفهمك كل حاجه. تفهمني ايه؟ بقولك قوم بدل ما صوت ولم عليك الناس كلها. وشدها فهد بغضب من ايديها وقعدها جنبه بالعافيه. بقولك ايه، اقعدي عشان ما تجننش عليكي. لا والنبي انفعل. بقولك ايه، انت بقى اصلا وما تقدرش تعمل اي حاجة. اللهم طولك يا روح. بقولك ايه، من الاخر كده انت هتمثلي قدام الكل انك خطيبتي، تمام؟ تمام ايه؟ ايه اللي انت بتطلبه ده؟ زي ما سمعتي كده، انت هتمثلي قدام الكل انك خطيبتي وحبيبتي، ولو رفضتي هطردك انت واهلك من البيت ده بكل سهولة. لا ده انت مجنون رسمي، انت مفكر نفسك مين عشان تطردنا؟ انا فهد دويدار، او ممكن اشتري البيت ده بكل اللي فيه النهاردة. لا النهاردة ايه، ده دلوقتي لو عايز. واول حاجة هكون عاملها اني طردك انت واهلك من هنا. لا ومش كده وبس، انا بعلاقاتي اقدر ارفض ابوك من الشهر العقاري واخليه عاطل في البيت، وكل ده هيبقى بسببك. انت بتعمل كده ليه؟ وعايز اصلا مني ايه؟ وعرفت عننا كل الحاجات دي ازاي يخرب بيتك؟ اللي عايزه منك قلته، هتمثلي قدام الكل انك حبيبتي وخطيبتي لمدة اسبوعين، وبعد كده كل واحد هيروح لحاله وهبعد عنك وعن اهلك. اما عرفت الحاجات دي ازاي فما تنسيش اني فهد دويدار. الله يحرق فهد على دويدار يا بعيد. من غير ما تطولي لسانك، ها قلتي ايه؟ مش هوافق غير لما اعرف عايز نعمل كده ليه، وليه انا بالذات اللي عايزني معاك. مع انه مش المفروض اقولك، بس تمام مفيش مشكلة. انا كنت على علاقة ببنت اسمها يارا، بس سيبنا بعض من شهر بسبب انها فضلت شخص تاني عليا، وللأسف قابلتني النهاردة في الشركة بتاعتي هي والشاب ده، وده طبعا بعد ما اتخطبوا، وهي مفكراني مرتبطتش لحد دلوقتي عشان لسه بحبها. بس ما تكملش. شفتها وعرفتها طبعا، وقلت لها انك نسيتها وعايش حياتك وخطبت وبتحب خطيبتك، مش كده؟ ايوه. بس انت عرفتي ازاي؟ عيب عليك، دي تهرت في كل الافلام. بس ما قلت ليش اشمعنى اخترتيني انا للمهمة المرحة دي؟ مهمة مرحة؟ افهم من كده انك موافقة؟ طبعا موافقة، أصلي من زمان نفسي أمثل وألعب دور البنت اللي بتغز البطلة، وأخيرا هعيشه. بس برضو ما قلت ليش أنت ليه اخترتني أنا بالذات؟ أكيد عشان أنا جميلة ودمي خفيف، صح؟ صح؟ قول الحق. لا، عشان لسانك طويل وعنيدة، وده اللي أنا عايزه، عشان كده قلت لها أني حبيبتي اسمها رنا. يعني اخترتني عشان لساني طويل؟ ماشي هعديها لك، بس ما كانش فيه داعي انك تيجي بيتنا وتعمل الحوار ده كله. اديك دبستني ودبست نفسك في خطوبة، وخلي في علمك صفصف مش هتفرط فيك لو حصل ايه، دي مش بعيد تقتلك وتجوزني برضو لجثتك. لا ما تقلقيش، هعرف اتصرف معاها. بس بقولك ايه، انت لازم تخرجي معايا بكرة عشان هي عزماني على العشاء مع خطيبها، وانا قلت لها اني هجيبك معايا. يبقى بقى يا حلو تاخد الاذن من بابا. ايوه انا ما بطلعش برا البيت من غير اذن بابا. وحاجه كمان، هنتخطب رسمي، وبعد الاسبوعين ما يعدوا هنفسخ الخطوبه، وقول اي حاجه لبابا وماما عشان يا بابا ما افضلش داخله وطالعه مع راجل غريب. وعلى فكره غرام بنت عمك لازم تعرف انك خطبتني، ماشي؟ خلاص موافق، بطلي كلام ويلا ناديلي على ياسر باشا عشان اتفق معاه. ياسر باشا الله يرحمك يا جدو، ما حصلتش حتى الأفندية. ومشيت رنا. أما فهد فكان بيخبي ضحكته بصعوبة، وبعد شوية لقى رنا رجع هي وأمها وأبوها. اتفضل يا ياسر باشا، كلم فهد أفندي. الله يجازي شطانك يا بنتي. معلش يا ابني ما تأخذناش، هي بس بتحب تضحك وتهزر. واضح طبعا، المهم انا اتكلمت معها وهي وافقت، فكنت عايز احدد معاك ميعاد للخطوبة. انا بقول نكتفي دلوقتي بقراية الفاتحة ونخلي الخطوبة كمان اسبوعين عشان اكون حضرت كل حاجة للخطوبة. ايوة يا ابني زي ما عمك ياسر بيقول، عشان برضو نعزم عمامها وعمتها، ولا انت ما تعرفش في العوايد دي؟ اكيد عارف. وتمام ما عنديش مانع، انا موافق على كل كلامكم. وبدأوا الأربعة يقروا الفاتحة، وبعد دقيقتين خلصوا وبص فهد الياسر.
طب انا كنت عايزه استاذن حضرتك في اني اعزم رنا بكره على العشاء، ده لو ما كانش عندك مانع يعني. لا طبعا يا ابني ما عنديش مانع، بس بشرط تجيبها هنا قبل الساعه 12. ما تقلقش اكيد هنفذ اللي حضرتك عايزه بعد اذنكم. ومشي فهد وبصت رنا لامها بسخريه. احم احم، كان في واحده اسمها صفصف بتقول من شويه اني مش هتجوز وهقعد في قرابيزها. ما تفرحيش قوي كده، لسه يا اختي قاعده في قرابيزي، دي دوبك قرايه فاتحه مش اكتر. تصدقي عندك حق، لسه مفيش امل، خلاص انا داخله انام. ودخلت رنا اوضتها ولقت تليفونها بيرن برقم غريب. الو مين؟ انا فهد يا رنا. فهد مين؟ انت فقدتي الذاكره ولا ايه؟ انا فهد اللي لسه قاري فتحتك يا بنتي. اه فهد، معلش اصلك اقتحمت حياتي من غير احم ولا دستور عشان كده ما ركزتش. نعم يا استاذ فهد، خير سعادتك، طلباتك ايه؟ يعني هطلب منك ايه؟ انت عبيطه يا بت. وما تطلبش ليه بقى؟ ايه مش قد المقام؟ وبعدين انا غلطانه اصلا عشان سالتك. بطلي كلام شويه واسمعيني كويس، انا هعدي عليكي بكره الساعه 7 والاقيكي جاهزه. تمام؟ تمام يا استاذ، سلام بقى عشان ورايا حاجات مهمه ومش فاضيه لك. وقفلت التليفون بالقصد في وش فهد اللي بص للتليفون بعصبيه. بقى بتقفلي في وشي؟ ماشي والله لربيكي. وساق فهد عربيته وتوجه للبيت، وعدى اليوم ده وجه اليوم التاني، ودقت الساعة 7 بالظبط، وكان قاعد فهد جوه عربيته قدام عمارة رنا، وهو لابس بدلة شيك ومستني رنا اللي مفروض تنزله. وبعد شوية لقى باب العربية بيتفتح، ودخلت رنا اللي كانت لابسة فستان أسود جميل جدا ومسيبة شعرها، وكانت جميلة جدا. ما انتي حلوة اهو، امال ليه عاملالي فيها جاكيشان؟ اسكت بقى يا عم، الجسم مكعب فرمه رجلي كده. تبقي رنا اللي عرفتها امبارح. وساق فهد العربيه، وبعد ساعه كان واقف قدام مطعم فخم، ونزل ومسك ايد رنا ودخلوا. واول ما دخل لقى يارا قصاده، وكانت بنت جميله لابسه فستان احمر وقعد جنبها خطيبها، فراحوا وقعدوا معاهم. اخباركم ايه؟ كويسين، يعني ما عرفتناش على الانسه دي. اكيد رنا هانم خطيبتك صح مش كده؟ خطيبك لماح، انما انت شكلك على الله خالص. رنا، تصدقي نسيت ان اصلا فهد يعرف واحده اسمها رنا. سوري يا فهد، ما ركزتش في الاسم امبارح. ومسكت رنا ايد فهد وبصت لها بابتسامه وهي قصده تغيظها. معلش اكيد من كتر الشغل، وبعدين انا فهد كلمني عنك قبل كده. لانه كلمني عن كل حاجه عرفها زمان وبقت ماضي بالنسبه له، مش كده يا فهد؟ بالظبط كده يا حبيبتي. ورانا هانم بقى بتشتغل ايه؟ انا لسه ما اشتغلتش لاني متخرجه من كليه فنون جميله، وحلمي اني اعمل معرض وانشر فيه كل لوحي، لاني واثقه انها هتعجب الناس خصوصا انها مميزه ومختلفه. مفيش حد بيشكر في حاجته إلا لو كانت حاجته السوري يعني وحشة، وحابب إنه يجملها في عيون الناس. فعلا دي حقيقة، زي مثلا الفستان الأحمر اللي انتي لابساه. ماله الفستان؟ انتي لابساه عشان تلفتي الأنظار ليكي، لكن مفيش حد بيلبس فستان زي ده وباللون ده في مطعم عادي إلا لو كان عايز يلفت الأنظار ليه ويقول للناس أنا حلوة شوفوني. بصت لها يا رب غيظ. قصدك ايه تكلمي؟ ومالك اتضايقتي ليه؟ انا كنت بوصف الحاله اللي انتي فيها زي ما انتي وصفتي رسوماتي، ايه بقى اللي زعلك؟ مع اني انا ما زعلتش. انا همشي ورايا شغل مهم، يلا يا ادم. وقامت يارا ومشيت هي وادم، اما رنا فبصت باستغراب لفهد اللي كان بيبص لها بابتسامه وفرحه شديده. ومالك باصص لي ومنشكح كده ليه؟ عشان قدرت انك تضايقيها في اقل من دقايق. لا بجد برافو عليكي. احم احم، انا ما بحبش اشكر في نفسي، بس انا جامده قوي على فكره. لا ما هو واضح. طب ايه، مش هتعشيني ولا هنمشي؟ لا طبعا هنتعشى الاول.
وفعلا طلب فهد الأكل ليه هو ورنا، وبعد كده روحوا على البيت. وعدى أسبوع ونص على الحال ده، كانت رنا كل يوم بتتكلم مع فهد وبقوا قريبين من بعض شوية. وكانت قابلت يارا لثلاث مرات، وفي كل مرة كانت بتقدر إنها تضايقها، لحد ما فهد طلب منها إنها تجيله الشركة عشان يارا جاياله في شغل. وفعلا راحت رنا وقعدت معاه جوه مكتبه واستنوا يارا سوا. اوف انا زهقت، هي مش جايه ولا ايه؟ بصراحه كده لا، انا كنت بكدب عليكي عشان عايزه اقابلك. ها طب وكدبت ليه؟ عشان انتي ما كنتيش بتوافقي تقابليني غير لو قلتلك اننا رايحين نقابل يارا. لان اللعبه اللي ما بيننا تخص يارا، فمفيش داعي اننا نتقابل يعني. طب يا ستي، واللعبه قلبت بجد؟ قصدك ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. ومسك فهد ايديها بحب. قصدي اني من غير ما احس حبيتك وعايزه اخطبك لاني اكتشفت اني بحبك يا رنا. ايه بتقولي؟ قولها تاني كده. انتي مش مصدقه ولا متفاجئه؟ الاتنين. اصل بصراحه يعني انا بقالي يومين حاسه اني بكرش عليك، بس ما كنتش عارفه اقولك لان المفروض اللي ما بيننا لعبه، وما كنتش عارفه اعترف لك بمشاعري ازاي. يعني لولا اني قلتلك كنت هتيجي انتي وتعترفي لي بنفسك. بس الحمد لله اتدبست انت الاول وقلتها، يعني انا اللي اتنك عليك براحتي. ولحظتها سكتت رنا بسبب الباب اللي اتفتح، ودخلت يارا اللي بصت لرنا ببرود. انت ازاي تدخلي من غير ما تستأذني؟ ما انا الاول كنت بدخل من غير ما استأذن، وما كنتش بتزعل يا فهد. ده كان زمان يا يارا، انما دلوقتي كل حاجة اتغيرت، وياريت بقى تخرجي بره عشان مش فاضيلك. يا سلام، وفاضي للبيئة دي مش كده؟ هي مين دي اللي بيئة يا بنت الوطين انتي؟ قالت كده وجريت بسرعة عشان تضربها، بس مسكها فهد من وسطها. اهدي يا بنتي. ابعد يا فهد، سيبني عليها، خليني اجيبها من شعرها ووسع كده. مش بقولك بيئة، انا مش عارفة ازاي فهد نزل من مستواه وارتبط بواحدة زيك. زي ما نزل من نفس المستوى عشانك يا اختي. يارا اخرجي بره ومش عايزه اشوفك تاني. يلا. دي غلطتي اني عشان فكرت ارجع لك، بس شكلي كنت غلطانه. يلا اشبع بالبيئه بتاعتك. وخرجت يارا. اما فهد فبص لرنا اللي كانت متضايقه. ما سبتنيش ليه عليها وانا كنت هجيبها من شعرها؟ ما كنتش اعرف ان القمر متوحش كده. لا بجد يعني عجبتيني. مش هرد عليك عشان انت شكلك قليل الادب. ابتسم فهد وطلع خاتم من جيبه. طب قليل الأدب يا ستي، طالب إيدك للجواز، موافقة ولا إيه؟ بس أنا من رأيي يعني إنك توافقي، عشان كده كده مش هسيبك. أدام كده كده مش هتسيبني، يبقى ألبس بمزاجي بقى. ولبسها خاتم الخطوبة وحضنها فهد بحب. بحبك يا مجنونتي. وأنا بحبك يا فهد قلبي. أبطالنا اتجوزوا وعاشوا في تبات ونبات، وخلفوا صبيان وبنات، وقبال كل البنات الأمارات. ولحد هنا تكون خلصت قصتنا يا أحلى متابعين في الدنيا بحالها. قولولي رأيكم فيها في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك، واستنوني في قصص تانية كتير. بحبكم قوي، مع السلامة.